ألبوم دلوقتي، الألبوم الجديد هنزله في بعد رمضان على طول في العيد اللي جاي. شغال مع طارق مدكور لأول مرة، شغال مع طارق توكل، شغال مع أحمد إبراهيم، ملحنين إيهاب طلبة وولد جديد، في تامر حسين شاعر، في أنا عامل 4 أغاني. لا لا، هو الألبوم ده مختلف خالص عن كل اللي فات، لأنه مش لحني كله، يعني أنا عامل 4 أغاني فيه بس، يعني شوية مختلف عن روح أنا في مزيكتي اللي فاتت، ودي حاجة مبسوط بيها لأنه حاجة مختلفة. لما ينزل هقول لك. في أغنية مدكور، أغنيتين بتوع مدكور حبيبهم جدا، اسمها يوم ما اتقابلنا وأجمل ليالي عمري، اللي هي الهيت اللي هي تبقى أول أغنية على السي دي. دي طارق مدكور. وفي طارق توكل عامل لي أغنية اسمها قالوا لي نفسها تشوفني، أنا بس بفتكر. وفي أحمد إبراهيم عامل لي أغنية ما صدقت اتقابلنا. دي أغاني مهمة قوي، هتبقى زي مثلا مع الأيام أو بعدت وقلت مش فارق أو حبيبي الأولاني أو الأغاني المهمة عندي دي، هتلاقي هتبقى هي في الحتة دي برضو. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوادي. www.washwasha.org